بونجور، نحن اليوم رح نحل النميرو ان باج 82. طيب شو بيقلنا النميرو ان؟ عنا اكري اون شيفر لي نومبر سويفون، بدنا نكتب بالشيفر يعني بالارقام. هو عطينا يوم بالكلمات، نحن بدنا نكتبهم بالارقام. اول وحدة 50 30، اول وحدة ما فيها فيرجول، اوكي؟ اذا لاحظنا في عنا او لنقول فيرجول. 50 ميل، عنا الكلاس هو ميل هون، اوكي؟ عنا الكلاس ميل، اكيد الون عنا انيتي ديزان سنتين، هيدا الكلاس ميل. وعنا اللي بيبقى بعد الكلاس ميل هو بيكونوا انيتي سامبل، عنده كمان 3 خانات اللي هن انيتي ديزان سنتين. فانتو عندكن 50 من ضمن اي كلاس ميل، بنحط هون 50، هيدي 50 بتكون ميل، في شي عنا هون سنتين بنحطها زيرو، فينا ما نحطها شي لانه هي ما إلها قيمة. 30 كيف بنقراها؟ ما في عنا شي بالسنتين هون، ف 30 اذا بنكتبها على جنب هيك بنكتب 30. فهيدي يونيتي يعني اي، وهيدي الديزن هي الدو، هيدي 30 ما بقي شي هون، زيرو، اوكي؟ هيدا الزيرو ما إلو اي، فيكم ما تحطوا. تاني وحدة عنا 45 unité e. طيب هيدي ال e شو بتعني؟ يعني فاصل، فيرجول، اوكي؟ ان 45 بنحطها unité، انه خلصنا 5 unité، خلص ال e يعني فاصلة. 8 centièmes، نحن لما نقول 8 centièmes يعني ما قلنا ديزيام، هو تاني رقم، ان centièmes هو تاني عدد بعد الفاصل، اوكي؟ نحن عطول عنا ديزيام، سنتيام، ميليام، اوكي؟ فبيكون عنا هون الديزيام هو زيرو، فساعتها منقلها هي 45 unité، الفاصلة هي او، ويت سنتيام، زيرو ويت بنقراها ويت، لانه نحن وصلنا لتاني عدد بعد الفرجيل يعني سنتيام، اوكي؟ طيب تالت وحدة 13 unité، بنحط هون 13، الاو يعني فرجيل مثل ما قلنا، فرجيل 9 ميليام. بس تقولوا انتو 9 ميليام اول خانة للديزيام، بيرجع سنتيام بيرجع ميليام، 9 ميليام يعني النف موجودة باخر خانة، وهولي بيكونوا صفار، اوكي؟ اذا بنرجع نقراها 13 unité، الفاصلة هي او، 0 0 نف بنقراها نف، ونحن وصلنا عن تالت عدد يعني ميليام. طيب هوني 5 unité، 5 unité يعني نحط 5 5، ال e إنها هي فاصلة فيرجول، 18 ميليام. فأنا هون عندي 3 خانات عطول، ديزيام سنتيام ميليام، 18 ميليام، أنا بوصل آخر الشي هون 18، فأكيد قبل منها زيرو. حاولوا قروها من أول وجديد، شو بتحصلوا أنتو؟ عندكن قبل الفاصلة هي 5 unité، فيرجول هي او، عنا 0 18، شو بنقراها؟ 18، ولانه وصلنا عند تالت عدد بعد الفاصل يعني ميليام. 33 ديزيام. طيب هون لما تلاقوا انتو عطانا دغري هون بعد الفاصل عندكم ديزيام، اوكي؟ ما شفنا هيدي الاو، ما في عنا او هون، شو بتعملوا؟ بنحطها فراكسيون. كيف يعني؟ لما انا كنت عطيتكن قبل ان ديزيام، تعطينا الان ديزيام هي 1 على 10، اوكي؟ طيب 33 ديزيام، اذا حطيت مطرح الان 33 شو بتصير؟ 33 سور 10، اوكي؟ 33 سور 10. طيب نحن اخذنا هون كل عدد بنقسمه على 10، يعني في عنا رقم 1 بعد الفاصل، اوكي؟ بنحط فيرجول لانه قسمنا عديس يعني 10، عنا 0 1 يعني رقم 1 بعد الفاصلة، بنحط هيدا التروا، بتبقى هيدا التروا لقبل الفاصل، هي تروا فيرجول تروا. ما كان فيني اشتغلها انه قل انا 33 ديزيام، يعني ما في عندي او يعني زيرو، زيرو او 33 ديزيام، لا ما كان فينا نشتغلها هيك، ماشي؟ طيب هلأ هون 75 ميليام، كمان نفس الشيء، ما في عنا او، ميليام يعني عم بقسم على الف، هيدي ميليام،
لأن إحنا أخذنا الأميليوم هو 1 على 1000. طيب إذا قلنا 75 مليم، يعني 75 سور 1000، 75 هي 75، ع 1000 يساوي، قسمنا ع 1000 يعني 3 أعداد بعد الفاصل. أوكي، بنعبي هون السينك وهون السات، ما بيبقى شي، هون زيرو زيرو.